كيما تفهمنا عمر، نستغلوا الحجر الصحي كل يوم نقراو سويعة باش هكاكا ما تضيعش. باه. اي اليوم دراسة نص. فر السارق من الشرفة. سارق الشرفة بوش هذا وهذا بدو. ماما مش قلت لي الشرفة ما يسرقوش؟ اي صحيح، اما لا ذوك الشرفين نحكي لك عليهم حاجة، والشرفة اليوم هي البركو. فر السارق من الشرفة معناها السارق فار. يا اخي ثم سارق فار تيلي عاد عمر، مش فار فار. فار من فعل فر يفر معناها هرب. نحبك تستعمل لي كلمة فار في جملة مفيدة باش انا نفهم انت فهمت المعنى. اي ذهب علي الى الفار مسي. هك هك هذه جملة. هذه عمر ركز معايا، عايش ولدي شبيك يا اخي، نعرفك ذكي راو. اعطيني جملة اخرى. اكل علي بالفار شتاء. هكا يا عمر يا عمر باش تهبلني راو يا وليدي، ركز معايا ركز معايا، استعمل لي كلمة فار في جملة مفيدة اخرى. قتل علي الفار زيت. الفار زيت بالله عمر، راني باش نعاقبك راه، باش نخليك لا لعب لا تليفون حتى شيء. يا ولدي كلمة فار فار فار. اي وبعد فار. يا ولدي اكمل الجملة. فار وراك يا ماما. يا اخي مش ديما نقول لك انا كي نبدا قري فيك ما تفدلكش. فار. واو واو فار 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 فار. اي العيد ركز معايا عايش ولد عامل به. اليوم باش نقريك الكود والفار. فار؟ وينو فار؟ بدينا من تو يا عيد يا عيد، ركز معايا نحكي على السياق على السياق. بيب بيب فهمتني؟ هيا به. كي يبدا عرضك واحد حط كود انت تحط فار، كي يبدا واحد حط فار انت تحط كود، فهمت؟ هاي ايش فهمت ترى؟ مو كي نلقى فار نحط له الكود. كول تعيد. كود كود مش كول كود. نحط الكود. هاي صحي نحط الكود معناها كي يبدا واحد فار ايش تحط؟ ها تدخل. شنو هذا العيد؟ أنا حطت له كود. العيد تعرف أنا إيش نحب نعرف؟ إيش تحب؟ نحب نعرف الكود متاع راسك المسكر، نحلو هكا نشوف إيش فيه، مناش مصنوع، وين ماشي، كيفاش يتحرك، هكاك نرتاح يا العيد. عروسي عروسي ماني وخيمتك، ادخل شد الفار. شو؟ شنو شد الفار هذي؟ معناها مولا الدار يتفرج والضيف يدخل يشد الفار، معقول هذي؟ وليت أنا توا مولا الدار وخوك حضر جنابه ولا هو الضيف؟ السيد هذا بارك علينا تقول بوتليس عنده مدة، طوى ولا ضيف؟ أوكي ميسيرش. شوف أنا لا أخشى الفئران، وكيف يقول المثل يا للعار يا للعار، يقعد الصيد صيد والفار فار. صيد معاك أنت الصيد متاعي، منين علاش خديت النوري؟ أي خديته باش يسد الفيران. شنو؟ نعطيك معلومة يا نسيبي، في بالك اللي أنا ما خافش من الفيران، علاش؟ قول علاش؟ علاش؟ على خاطر عندي مدة نتعامل مع الجرابة. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، ادخل انت شد الفار ادخل. هاني باش نمشي. هي. رد بالك على روحك. انت رد بالك على روحك، خاطر انا نخاف عليك من الفيران. ما تخافش. راجلك راجل. حضرت لك قضية بتاع 3 شهور. عليه اللطف. على مهيتي. واه. ومش سهلين هذوما الفيران، خاطر يجيو فيران يوليو جرذان. يزي راهو يجد عليا انا، برا ادخل شد الفار وقيل. يا ولدي برا عدز هذايا الفار باش يعرس ويولد. وانت ما تخدش قل له يسكت. اسكت ثاني سكت حبي. مش نعمل عمليه استباقيه. فكر على روحك، نحب وقت اللي نرجع انت في سنه 3 توا نلقاك ما خصي زي ما شوي. لطف 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 ربي معانا ربي معانا، سكر فيس على الباب باش ما يخرجش. ربي معانا تمشي عايش. لا اله الا الله محمد رسول الله. سكر الباب سكر الباب سكر الباب. وعليا وعليا لازمنا تركيز، التركيز مهم في اللحظات هذه. هي ركز ركز.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيزا فيزا شوف الطريق نركل بيجاماتي ما يلبسهاش على ميتي عملت لي الفضح. اخرج اخرج تمشي الولا اخرج تمشي الولا هاي ماشي هاي ماشي مسكين. تشبيه الحسبات يطلع شكلها الفار راجلك. لطف علي اسكت انت. صباحاً طيشتو البركو يا نهاري النهار والله اللي صحيلك حسيس هكا يا نوري سينا ما خليكش انا تدخل جد الفار تعرفي سيدي اول مره نحس اني في عندي قلب يزي عامل بكي عادو عندي صيت وشد الفار وتبكي ابدخل شوف البيت هو عليا ما نحملوش ما نحملوش نتزغب منه وانا ما نحملوش الفيران يا نوري يا نوري يا نوري وين 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 مش قلت لي قتلت ولا وحده من البركونه اي شلف فيها عملتو هاري عمركم ما ريتو فار يا رسول الله اي اخوي انا حليت الباب نلقاه كفش شنو كفش كفش ركش ركش فار ركش ركش ورا الباب فهمني منو ما حلتش فيه انا كدرت من غادي وحليت الباب نلقاه راك شاكا في الدنيا غزرت وجات العين في العين عمل هيك تشبكشي يشامي فيا قلت له والله يا انا يا انت نخطفوا حبي مونشاكي بسي هيك بتمرجع مونشاكي خططت مونشاكي وطلعته في الهواء ركعته بالزدر عملت ثلاثه ضرب بالركبه ونخطفوا كوتسي زو جبته في الكاتر فانديس بتاع البركو بالضبط فهمتي فاش تحكي فاش تحكي شنو هالحكايه اللي تحكي فيها قول كابتن مجد هذايا ماما شنو كلمه لي انت تسمع وش تحكي ولا هذا دور زفلوت اكثر من جدي هذا يا شبكشي دوك اذا حكيه تحكي فيها الفهر ويخطر لك ويغمس فيك كيفاش رجع كيفاش رجع ارجع من البالكون شو كعب البالكون سكروا مش عودتها شفت اخوك شحكي انا مستحيل تكون نهايه على يدين فار انا طوب مش نكلم المبروك مري فات ريتو شد جربوع قدك لحظه تسمع في اخوك ولا يحب يطيحني قدري في البلاص اتكلم المبروك عليه اتصور بغض اخويا بداو الناس كل يحكيو هاو درس النوري اتخلي المبروك قتل الفار مستحيل مبروك تدخلي داري اش نعمل لك ما دام الصيد نتاعي ما نجمش نشد فار نسيبي كلم مبروك لا محسوب نستنى في ليزوردر من عندك انا اه وجا الصنديل المعلم وخرت لي شوي وخرت وخرت لي شوي وخرت لي شوي انت زيد انت زيد ما نجمش نخدم كيما هكا عايش انت يا مبروك عاد ادخل وقت الفار انت علاش جيت انا هذا اختصاصي انا راني مبروك القط مدام عندي سلاح سلاح شفم فما فار هذا يحكود شنو ها؟ لا يا مدام اش قاعد يحكي هذا؟ ايه دي كود ما بليت ايش 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 العيد في فمك؟ قلت لك انا فما فار العيد مثبت هذا بشخص الفار ما ليش متفائل برشا تنبرا انا يا سنوري لاباس لاباس فما حد احس مشى صراحة وش نقول لكم حاجة ثم فقط جاب السيد المهم معطل
ويلزمكم قطوس. سامحوني يا جماعه، نحب نقول لكم حاجه. فما واحد مقرب ويلزمني انا نتصرف معاه. تصرف معاه. نمر انا داخلي. اخرج. عيب سي مبروك. عيب. سامحني. سنوني. مش هكا. ميسان استنهبت انا للميدان. انا غلط. انا غلط. انت يا مبروك. سنوري. باش نعمل معايا انا. تفضل. اي يا مبروك. مبروك. وي. الفيران ثلاثة انواع. جاب السيد من ودنه. فما الجربع، فما الفيران، وفما الجرذان. واللي عندكم يا مدام ما هو الجرذ، عندكم جرذان. على ساعتي وين جرذان؟ ومنين دخلوا لي الجرذان؟ مشكلتي انا يا مدام، مشكلتي انا سنين توا الماء يلعب تحت ساقيكم. انا غالب تندخل. نوري معمل عليك يا نوري، الجرذان في الدار والماء يلعب تحت ساقينا يا نوري. يا مدام كل واحد واختصاصه. انا مبروك القد. هيا مبروك. غادروا محل السكنة، نصيف ساعة ونكلمكم. تهنى مدام، عندي طريقة باش نحصل بيها الجرذان. سامحوني الناس كل برا. يلا عمر، مشي. لا مستحيل. يا ربي. يا ماما عيد من الوقفة. اصبر عايش ولدي. النور شباب داري يا اخي. شو بنعرف انت؟ بشوية يا نورة، بشوية. جرذان راهو جرذان، فخيلة حاجة سهلة. كلاش نخدم على روحو. اي سيدي، اي باهي، وريوني توا يا جرذان منين باش تتحركوا ومنين باش تهربوا. ها جايين تلعبوا مع مبروك القط. نزيد الضريبة لهنا. هيا توا نكملوا الضربة القاضية. يبا. هيا الحمد لله. أهو جاء المعلم. الحمد لله يا رب. إن شاء الله. آه دكتور. هو تعبت الحق صحيح. أما لاباس تو، تنجموا تتفضلوا. أوه يعيشك يا مبروك، زيد معاك. عيش. بارك الله فيك. يعيش سنوري، مرحبا بك كل وقت. راك معلم راك. يعيشك يا قعمورة، يعيشك. نسيت ما قلت لهمش اللي انا حطيت الكولا بتاع الفيران في القاعة زادة. نسيبك لزق يا انت لاصق، عندك سنين كل قرادة. لا تربحك يا مبروك. حش بك شي دو مالي الدار مجددين والجرذين تتحت.